بطلوا الباب، بطلوا الباب، بطلوا الباب. سعاد وين سعاد؟ يبغى سعاد وين؟ شو ما يعرف؟ سعاد هني، وين راحت؟ ايش هالازعاج هذا؟ ايش هالصراخ؟ وين سعاد؟ سعاد وين؟ انت ايش تبي؟ انت منو؟ شوفي عاد حركات الهبل والاستعباط انا فنان فيها، لعبه غيرها. وين سعاد؟ ومن حضرتك؟ انا طليقها. والله يخليك اختي، حتى انا ابي زوجتي. هي مو طليقتي، ابي زوجتي، بهي حبيبتي. لا بالله اكملت، وما تقولي هالحيلك ليش منحاشين منكم؟ مشاكل عائليه، انت مو شغلك. وين هي راحت؟ طلعوها. يوم انه مو شغلي عيل ما ادري، اذلفت باللي ما يحفظ. اذلفت وين راحت؟ شوف يبا، مرتك هذه ما ادري طليقتك جايه عند البيت هني تنخش عشان تسوي لي قصص حب وغراميات مع الدكتور، ويوم شكيتها طردتها من البيت. انا كنت حاس، بس قولي لي وين اذلفت؟ وين راحت؟ ما ادري، انجلعت. انزين اختي الله يخليك، بهي زوجتي حبيبتي راحت معاها؟ اي وياها. يلا يلا منك، يلا يلا يلا. غراميات؟ يلا غراميات، يلا يلا يلا. تعال انت، تعال اطلع، يلا همش تعال. خذ. ايش فيك محاربني؟ نافينج. عيل ايش حقه غداك ما كملته وما تبوزك شبرين؟ يما سألت سؤال، انا مره قصرت معاك بشيء؟ في مره قلتي لي مشتهيه شيء وقلت لك لا، مره قلتي لي هذا بخاطري وقلت لك اغلى عليك. يا عيل ايش فيك علي؟ ليش كله قلبه ضدي؟ ليش مو على قلبي؟ طاوعيني مرة واحدة بالشيء اللي اختاره، لو مرة واحدة يا يمه فليها عاد، خلاص بس فليها. الله أكبر، الله أكبر. ها لا طول لسانك علي، وزتك وزتك مرتك النسرة. أخذ عاد، أخذ حقد الشناين الحين. لا وزتني ولا شيء ولا أدري عنها. أنا بصراحة ما منغث منك أنتي، لا عجبدي والله، بكل شيء متلايكفة. كل ما قلت شيء دخلتي روحك وقلتي لا وما له داعي، عسى ما قلت كلمه قلتي لا وش حقه. خلاص ما تبين تثبتين شخصيتك تبتيها بالنسبه لي. درينا ان انت امي ولك حق علي ولازم اسمع كلامك وهذا واجب، بس هذه الصراحه اللي قاعد تسوينه وايد اوفر، وانا بصراحه كنت اخذ فكره سيئه عنك. الله اكبر، الله اكبر عليك يا بسون. الحين تاخذ فكره سيئه عني انا؟ استحخيل على وجهك. طبعا اكثرت فلوسك الحين واغتريت على امك. يا اسود الوجه، خلاص خلاص قهرتني حريتني، سوي اللي تبي، مالي شغل فيكم. انتو مرتك تنيازون بالطقاق. يا حلو كلمه بالطقاق من حلجك، كان زي من زمان قالت لي بالطقاق ومتبريه مني بعد. هذا الحكي اللي برد الكبد. تفضلي تفضلي يا حلوه اللبن مسكين. يلا فكني عادي، يلا يلا حبالي مول كلش. انا الحين انا الحين زعلانه عليك. خلاص زعلانه؟ زعلانه يا حلوه اللبن. روح 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 يلا حق مرتك، يلا روح روح. ترى هذا من خيري يا من جبال يونان. اشتو بيع البنك، راح اليونان ويا بموز. نسينا البسطة والفرارة من فريج لفريج. أذكرك؟ انطم عاد، انطم يلا عاد، يلا انطم عاد يلا. خالتي والله زهقان، خلنا نطلع نغير جو ونشم هوا شوي. لمتى متم كذي قاعدين؟ والله حالنا من حالك، هذا احنا زهقانين بس قاعدة وساكتة. هاي المهايل من بيت لبيت هذا شو تسمينا خالتي؟ وين تبين نروح ان شاء الله؟ واحنا صيدة ما صيدة ويا عمي وعويس والشرطة. شو المشكلة يا سعاد؟ خليني يطلع ينبسطوا. وين يروحون يا أسيل؟ أنا سيارة ما عندي. إيه ما فيها مشكلة، أنا عندي سيارة، نطلع كلياتنا وننبسط. كيفكم؟
يلا اللي بيطلع يرفع ايده. انا خالته بدي اطلع وبدي ادبك على احلى اغنيه بعندك. يلا وانا بعد ابي اطلع. تعي. وانا اطلع. وانت كمان موضوع يعني. ايوه ونيسة. عيال شاب بس الاجواء حلوه يعني يا جماعه. انا استانست صراحه نغير جو كله من حكرين وبروحنا طالعين من نكد. امبايا صج وناسه صح؟ كانت حلوه قوي يا بنت. او جميله. والله ويابتكم الصدفه عندي يا عيال اخو فيصل. ولي على قامتي ان شاء الله في واحد لحقنا. صوت اخويا صوت يا لهوي. هي تقطع. روقي يا بهي روقي شوي. شفيك؟ خير لا حبيبي لا خير قاعد طالع. احمد ايش فيك؟ احنا قدام الناس عيب. بس ما كنت قاعد ورا وين عني من زمان. ما بدنا نعرف وين المساكين. خالتي لا تنرفزيني جاي الحقني. شنو ما حشمني انا ريال بينكم عيب علي. احمد اوه خلاص احمد اوه لا تنرفزيني انت الثانية لا تنرفزوني يا اخويا. اهدى انت. وقف تعال تعال. استريح زين استريح. لا تطلعونا لا تطلعونا. بس خلاص انا عندي الحل خلاص. بس احمد اوه خلاص بس. شوفي لا تقعد تعطينا وي انت. عطيتي وي والله انزل لك تكسرت انت وياه. زين خلصي بسرعه. زين خلصي بسرعه. خالتي شنو ريال غريب قاعد تتحرك انتوا ماسكيني بعد. نعم اخوي بغيت شيء؟ ها؟ لا سلامتك بس بغيت اسالك انت من زمان حلوه ولا بس اليوم؟ شنو حلوه مو حلوه انت فاضي الحين ايش تبي؟ ما عندك بي بي ام؟ لا ما عندي بي بي ام. زين عندك واتساب؟ ولا واتساب. زين سجلات من عندك؟ لا توقعتني مش قادره بقى. خالتي شلون كبر الموضوع اخلي اختي تجي مع عيال غريب. خطه عشان نخلص الموضوع ما حدش يعرف. شنو كل التليفون هذي؟ زين بشرط اخذ رقم بس ما تلحقنا كلش. ما الحقكم كلش بس ها تدقين علي الحين ما تسوي لي سوالف تقصين علي. ويلي تعالي خالتي خلاص شوف اختي كذي انا ساكت. شنو الخطه هذي؟ لا ما خلاص يا جماعه اوكي. ها ارتحت الحين؟ وايد ارتحت. زين حرك ان شاء الله من عيوني. يلا يلا بحرك بس ها دق علي ها. زين اوكي حرك ما تقصن علي دقي. اوكي يلا باي. خلصي يلا تعالي وقف السيارة تشفيك. زين يلا وقفه قاعد طالعينه بعد. زين يلا شفيك. يلا لا حد يكلمني لا حد يكلمني. عيني يا رقبتي عايزه تمسج يما. زين شلون فتش عنكم؟ قال لي اخذي الرقم وانا فتش عنكم وبعدين لما راح مسحت على طول. وي يعني قصيتي عليه؟ اكيد. سبحان الله اللهم يا كافي صدق اخوان نفس الطينه. خالتي بس يا ساره طلعتي منك قليله. استفدتي منه هو ما استفاد شيء. عفي عليك اختي. وعليكم السلام. ايش فيك؟ مخنوق. ايش منا مخنوق؟ ايش صاير؟ من كل شيء
تقصد سالفة أبوي مع عمي وعياله؟ سالفة أبوي وعمي وعياله وسالفة أمي وأبوي والدنيا كلها والعيشة صايرة غلط وغلط. الدنيا كلها. أكيد تقصد زينة، صح؟ صدمتني يا أبو ثينة وجرحتني، ما أدري شو أقول لك، بس في شيء أبيك تعرفه. كما تدين تدان. أبو ثينة إيش فيك؟ ليش تحاكيني كذي؟ ترى أنا أخوك مو عدوك. وأنا ما قلت شيء غلط، ولا أنت نسيت شنو سويت بأقرب الناس لك؟ نسيت مريم؟ صدقين أنا ما عندي سالفة اللي قاعد أحاكيك. مساء الخير. مساء النور قريب. ماكو اخبار عن اخوكم؟ اللي سمعك يقول وايد تحاتي. اخوكم عقب موت يده ويدتها ما بقى لها احد. شلون ما حاتي؟ ولا على بالكم انا ما عندي قلب؟ زين يبا كان حاكيت اللي عندك يدورون عليه. انا بلغت الشرطه وراح يدورونه وان شاء الله بيلاقونه باقرب وقت. عموماً البيت اللي بيورثها من يده ويدته بيكون لك، لا تحاتي شاهين. سبحان الله، نفس الطينة أمهم قاعدة. أنا شلي وحقني، على الأقل لو مو بكذبة عليهم كان نص مصيبة، كان واحدة فيهم ساعدتني بهالمشكلة. يبا لا مشكلة ولا شيء، دام إنه ما يدري أنا منه ومن بنته عادي، ماكو شيء يخوف، خل أضحك عليه شوي. ايش فيها حاقرتني مولية؟ يعني بتقص علي كذي؟ صدق يا أهل، بس أخ أخ قمر، أنا وين عنها من زمان؟ أدري إنه أخو عويس، هو ما يدري أنا منه، خل نلعب عليه شوي، نقزر العطلة عليه. ما أقدر أكلمك، أبوي يمي. خلها وقت ثاني. يا حليلها، تعرف تكذب بعد. الحين بصدم عيشتها. ليش؟ أبوش متى بدأ يطلع من السجن؟ دكتور صدقني دكتور، يعني انا حاولت معاها، حاولت اراضيها وتعبت من كثر ما حاولت. كل ما اجمع بيستين اجمع بيستين يني اخوها عيسى ياخذهم مني. يعني لين مسكينه بهي حبيبتي زعلت وهدت البيت وراحت وراح قلبي معاها. عاد بعدين سبحان الله يعني شفتها عندكم بالبيت. اي بس انا ما اقدر اسوي لك شيء دكتور. يعني انا كل اللي طالبه منك طال عمرك انك بس تخليني اقعد معاها واسولف معاها. ودكتور لا تحاتي، يعني انا راح اكلمها باسلوبي المتميز واقنعها وترد للبيت ان شاء الله. اي بس سعاد وبهية والبنات كلهم طلعوا، يعني الموضوع انتهى مني. اي بس دكتور يعني اكيد سعاد قالت لك هي وين رايحه. ايش اللي خليك متاكد؟ يعني دكتور بخصوص علاقة الحب اللي تجمع ما بينك وبين سعاد، ترى كل يدري يعني السالفة منتشرة أشكرة يعني. إيش قاعد تقول؟ شو الحكي؟
دكتور لا تحاتي، ترى عادي اصلا حتى تحبون بعض عادي اصلا، ترى الحب والرومانسيه شيء جميل. ادل الباب. اي باب فيهم دكتور؟ هذا. ان شاء الله، مع السلامه. أشوف؟ لا تشوفين تعليقات. ليش؟ ضيم، ضيم وظلايم. بس هو بلوك هاي. هذه أي. حلوة. خلينا نشوف، أي واحدة؟ لا ما حبيت. أنا سويته بعمري. توهقت بسعود هذا. طلع يعرفني مو بس أنا عارفه. يا ربي. شو أسوي بهالسالفة الحين؟ أدري إن هالسالفة ما راح تعدي على خير. الله يستر بس. ردي علي، أبيك بسالفة مهمة بخصوص أبوك وعمك. احنا لازم نشوف طريقة نروح حق امكم المستشفى، حرام قضينا عنها وايد. شو نسوي خالتي؟ خو الموضوع مو بيدنا. انا الود ودي اروح اقعد عندها على طول 24 ساعة، ما اخليها ولا لحظة بروحها. اي والله انا وايد ولهانة عليها. وانا بعد واحشني ابوي، مشتاق لها وايد. انت وين رايحة؟ بروح اتمشى بالمزرعة. دمك خفيف. ردي على اختك عدل وقولي وين رايحة. بروح الحمام. ايش فيكم تحقيقه؟ هذا شفيها من نفس اليوم. ما عليه، تحملوا بعض، كلنا قاعد نمر بمشاكل وما كلين هوا. الو، شلونك؟ ما بغيت تدين؟ حركتي اعصابي. زين يلا قولي شنو السالفه اللي بتقولي اياها؟ انا ما اقدر اطول على التليفون. سمعيني، انا ما عرفت اسمك لحد الحين، بس صدقيني انا ما ابي اذيك ولا حاط ببالي عليك. عمك فيصل مصين اراقبكم انت واخوانك، بس انا ما راح اوصل له شيء من اليوم. طيبي، لان عمك انسان قاسي وقلبه ما في رحمه. تبين الصراحه؟ انا من شفتك قلبي فس. والحين سدي التلفون عشان لا احد يشك فيك، واتمنى تعطيني فرصه عشان اعرفك على نفسي اكثر. ديري بالك، مع السلامه. تفضل دكتور. هاي الشركة الألمانية؟ بالضبط دكتور.
شيكتي على المعدات كلها؟ كلمتهم اليوم، ان شاء الله على الاسبوع الجاي بكون واصلين. خير ان شاء الله. ان شاء الله. في بس 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 يعطيك العافيه، خلاص انا تعبت. الله يعافيك دكتور. دكتور خير؟ شو بك؟ حاسك كثير تعبان. لا تعبان وايد، تعبان مو شويه. راحت وما قالت، ولا ادري وينها فيه، ولا همها اني قاعد ادورها من مكان لمكان. تقصد سعاد ما هيك؟ توقعت انها تقدر على كل شيء الا الغياب. هذه قدرت، ولا سألت عني حتى، ولا هي راضية تقولي حتى عن مكانها. يعطيك العافية دكتور. مرحبا. أهلين. كيفكم؟ شو أخباركم؟ الحمد لله. تغديتوا؟ لا أفا، أنت غدا بدونك. عاد اليوم طبخت لك خوش طبخة، ناطرة توصل عشان أنشب. تقبري قلبي يا سعاد، ليش معذبي حالك؟ إيش دعوة عاد؟ الحين اللي سمعتش يقول طبخة قوزي، كلها وقفت نص ساعة بالمطبخ. حبيبتي يا سعاد، بعدين إحنا ما نطلع من يزاج. إلا تعالوا بهية، وينها؟ ما أدري، ما شفتها. أنا اليوم ما شفتها كلش. إي والله حتى أنا من الصبح ما شفتها. هذه وين راحت؟ بقول لك ايه، انا اروح امي الزباله دي تحت. ماشي، لا تتعبي حالك حبيبتي، خليهم بس خلص غسيل الصحون انا بنزلهم. لا يا حبيبتي، ازاي تقولي كده؟ ده احنا اخوات، مش كفايه ان انت مخبينا عندك في البيت؟ هساعدك حبيبتي. حبيبتي انا مش هتاخر. ها ماشي ماشي. وبس هي راحت تنزل الزباله تحت وانتم بكرامه، وبعدها انا ما شفتها. أنا عبالي راح تتنام. تقوم وين راحت؟ ويلا يكون انحاشت. تنحاش من منو؟ ما سوينا لها شيء. يا ربي أخاف صار فيها شيء. هلا عيسى. عيسى أنا بروح عند أسامة والربع شوي، قاعدين كذي متجمعين. عيسى يعني شنو أسوي يعني؟ بروح أتسلى. من لما بهية حبيبتي هدتني بالبيت وأنا قاعد وحداني ما أدري شو أسوي. أنت بتي؟ إنزين إنزين، لازف لازف. عيسى يلا باي 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 باي. يلا باي 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 باي. ما شربش شيء، أشرب أزازة أنا. ما شربش شيء، وعطاني مرواحي. ولا عطيته زبالك كتير. دي القرف ده يا اختي. بهية بسم الله الرحمن الرحيم. عباس؟ بهية بهية، انا عباس، انا عباس رايلك، لا تخافين. عارفة يا اخوان ان انت رايلي، اللي جابك هنا وعايز مني ايه؟ بهية الله يخليك. بهية الله يخليك حبيبتي، ردي معي البيت. صدقيني انا احبك بهية، والله من اليوم رايح معاشي كله احطه بيدك. انت تصرفين علي، تصرفين على البيت وعليك، صدقيني. بس الله يخليك ردي معي، صدقيني صدقيني بهية. أصدقك؟ ده أنا خبزك وعجنك وحفظك، ده أنت أصلاً كذاب. بهية أنا ما أكذب. بهية بهية أنا أحبك، صدقيني أحبك، لا تخليني بروحي. وبعدين بصراحة أخوك عيسى هو السبب، هو كان يقص علي وياخذ كل فلوسي مني. لكن صدقيني وغلاتك عندي وراسك، من اليوم ورايح حامض على بوزه، ما ياخذ مني حتى دينار. بس انت يردي معي البيت، انا خاف بروحي، ابيك بحياتي بهية. يعني عيسى توقف عند حد وخلاص؟ قلت لك انا عيسى من اليوم ورايح ما راح اخليه يتدخل بحياتنا كلش، مو ليا. بس الله يخليك بهية، ردي معي البيت، انا خاف بروحي، ابيك بهية، احبك. طيب انت خسس كده ليه؟ اكيد عشان نسبتك من اكل بهية. ايه خلاص يا حبيبي، ما دام هتحط الفلوس كلها عندي انا هرجع. بس لو رجعت في كلامك انت عارف انا هعمل ايه. يعني لا لا خلاص توبه، انا من ايدك دي لايدك دي، سوي فينا اللي تبينه، بس تعالي معي. يلا عاد خلاص هاجي. اي ميس يو يا عبس. اي ميس يو تو. انتوا ايش قاعدين تدورون؟ ما ندور شيء، قاعد شيك على اغراض بهية، طلعت ماخذه كل هدومها ورايحه.
لا تدورون شيء. وي شنو هذا؟ سامحيني يا سعاد، انا رايحه العباس، انا بحبه قوي وهو كمان بيحبني، وانتي الله يفرق عليكي، وانصحك نصيحه لوجه الله انك ترجعي لعيسى لانه راجل طيب مع انه عصبي. اختك بهية وتنصح بعد؟ يا قراتك يا سعاد، هذه الحين بتروح تعلم عن مكاننا حق عويس. لا 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 ما ظن، هي تدري انك ما تبين احد يدري عن مكاننا، اكيد ما راح تعلم. يمكن خطر ببالها تساعد عيسى وسعاد وتقرب بيناتهم. هذه اللي بتوهقنا عاد صدق. يعني شنو نغير مكاننا بعد؟ شو نسوي بعد؟ امرنا لله. ولي وين نروح؟ شو نقبر بروحنا؟ اصلا ما ظل مكان نروح له. اوبا شو 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 شلونك اخوي؟ هلا سعاد، هلا والله، عسى ماشر. ماشر بس انا وبنات اختك نقعد عندك كم يوم. حياكم الله، تفضلوا تفضلوا. مخنوقة، أبي أتكلم، أبي أسولف، صدري مقموط حيل، أبي أحد يسمعني، حتى فهد، حتى أنت غيرت، ليش؟ ليش؟ بروحنا اشتعوا عليهم صخة، لو طيح برب الأرض سمعنا صوتها. الله ما يندرى، خنشوف اشتاليتها معاه. يا رب جنة ضاك خلقه يوم درب نقعد عنده كم يوم. اي اكيد مو عاجبني، هذيل مو واحد ولا اثنين، وبعدين اخاف يدمرون لي البيت، وانت تعرفني عدل ما احب الجراثيم ولا احب البكتيريا. حياتي يا حياتي، هي قالت لي ما راح يطولون، يومين ثلاث ايام تنحل مشكلتكم. بنشوف. يلا يلا امشي خلينا نشوف. السلام عليكم. عليكم السلام. سامحونا يعني احنا ثقلنا عليكم. حياك الله اختي، مكان مكانك، بس ايش سالفتكم؟ ايش صاير لكم؟ والله شو اقول لك يا اخوي، عين وصابتنا طشرتنا بكل مكان. انت تدري ان انا مطلقه من عيسى؟ طبعا عيسى ما عتقني، بكل مكان قاعد يطلع لي. طبعا انا كملت دراستي مسائي، حبيت اكمل دراستي برا الكويت وادرس دكتوراه. طبعا عويسي لاحقني من مكان لمكان ومؤذيني. اختك الله يقومها بالسلامه تعبت شوي، تهاوشت معاه وطاحت علينا، دشت غيبوبة. طبعا أنا عقب ما طلعت أوراقي كان يومها عندنا هوشة في البيت، وفجأة فقدتهم. رحت لهناك بيته، أسبالي هو بايقهم أو شيء، تهاوشت معاه وقزيته وعورته. طبعا يوم عورته خفت إنه يبلغ عني أو شيء. في نفس الوقت عيال اختك عمهم قاعد يلاحقهم من مكان لمكان، ما تدري ما ندري السالفه، وحشنا من البيت. انا خفت من عيسى، ما خفت منهم، ما خفت من عيسى.
يلا يا عبس الشاي هيا برد الله هاكل لوحدي. حاضر حاضر حياتي، وهذا طال عمرك احلى بيض حق احلى زوجه بالدنيا بهي حبيبتي. خليك ليا يا عبس. ويخليك لي ان شاء الله. حبيبي خلي اوكلك بيدي دول. ايوه اكلني بايدك دول. حاضر عيوني لك. طب وحشتني قوي يا سنك. ايه حتى انت وحشتيني بيا. خلاص عاد استحي بالعافيه. على ارضك. الله يسلمك. هذا شاي، هذا شاي زي انا مسويه. اقول بهي حبيبتي. اي حبيبي. لما كنتي بهذيك العماره كانت زوجة شو اسمه هذا اخوت عيسى كانت معاك؟ الله وانت بتسال ليه؟ ها؟ لا لا خلاص اصلا عادي، اصلا انا ما يهمني يعني، انا مالي شغل فيها. اهم شيء انت تعصبين. بالعافيه اكلي بالراحه. عشان زيتونه. زيتونه انا اصيل للزيتونه. بالعافيه. هذه زينه. هذه يا اخوي انت هتنقي. هذه زينه. خليك ليا يا عيسى. قول لي يا حبيبي عشان انت خاسس عايز تتخن شوي. هذا من فراقك. الله يخليك لي ولا يحرمني منك ان شاء الله. امين يا اخويا امين. الفهدي جوا. هلا يا اخي. انت للحين تفكر بثينو؟ والله انك خروف. هيثم بعدين يعني؟ انت شايبك هني، ومنو قال لك ان انا هني؟ شايبني هني؟ انت ما تقول لي شلاق بثينو؟ اخي ترى انت الف بنت تتمناك. خف شوي. والله لو اقول لك انا شنو شايف عليها تطق على راسك. خلاص؟ شنو؟ شايف عليها؟ معود انا ذاك اليوم شايفها بالمجمع مع واحد. ما ادري ايش لاقي فيها ترى انت. ايه عادي طاف ما يهمني. طاف ما يهمك؟ بس لو تدري من الواحد اللي كان معاها. أبوك. استغفر الله. هلا بحمود. أنت وين؟ نفس المكان؟ أوكي. أصعد السيارة وأكلمك. بس انا وايد مستغرب يعني انت ليش سويت كذي؟ يبا انا مو جاي احاسبك بس انا ودي اعرف ليش التصرف يطلع منك انت؟ حتى لو يبا بس مو لدرجه انك تقدم هدايا غاليه حق اللي تكلمها. زين والهدايا؟ لا طبعا مو فخورة باللي أنا سويته، وأنا ما سويت كذي غير لأنك تحاسة بفراغ بحياتي، وكلمته لأنك تحاسة أنه مثل أبوي. فهد انت تدري ان ابوي لاهي بمشاكل عمي، وسيف ما يهمه الا نفسه وبس، وامي انا ما ادري عنها. هو الوحيد اللي كان قدامي انه يقدر يسمعني ويسولف معي ويتكلم معي. والاهم من هذا كله واللي لازم تعرف ان انا بنت متربيه، مستحيل اسوي اي شيء يسيء حق سمعته اهلي. زين اقدر اسميها خيانه؟ اي خيانه اللي قاعد تتكلم عنها؟ اصلا انا اللي طلبت منه انه يوخر عني. زين والهدايا؟ يو انت قاعد تحكي عنه؟ ترى أنا بنت شايفة خير، يعني الهدايا هذه كلش ما تهمني. شفتوا مرت خالي شلون تخزنه؟ قطيعة. ويع ويع. شنو ويع؟ عيب؟ إي بعد شنو خالتي؟ أنا بصراحة لعت شبتي، احتقرت نفسي، حسيت إني حشرة. بس عليها تنظيف ونظام ما أدري شيء مو طبيعي، شنو هذا؟ أعوذ بالله هذا مرض، كلنا نحب النظافة بس مو كذي، هذا وسواس أعوذ بالله. حدها أوفر. مدام بعد كم دقيقة طالي مكدة. قدر؟ إيه. زين ليش خمسة دقيقة؟ ليش مو الحين؟ لا حبيبتي،
النظام نظام، لازم نروح بعد 5 دقائق، وعلى فكرة لازم نمشي طابور ورا بعض. طابور واللي خطر يعني مش مشكلة ها؟ والله ما عندكم سالفة انتوا، ايش فيها حلوة تونس؟ أنا صراحة النظام العسكري هذا مو فاهمته. والله صدق شنو هذا؟ تعالوا سويرة وينها؟ في شيء غريب فيك سعود، صار لنا يومين نسولف مع بعض ولا حتى سألتني احنا وين فين. مو المفروض انك تراقبنا او على الاقل تكون مهتم فيني؟ انا ما بيسألك لانكم اول شيء من بيتكم، وثاني شيء من عايشين عندكم ومن اخوي عيسى. يعني اذا سألتك يمكن تجاوبيني او يمكن تجاوبيني بكذب. سمعتي نزار قباني شنو قال؟ أنا أحبك لو كنت في الصيني أو كنت في القمر. إنزين إنزين سولفني عنك. إنزين قبل لا أسولف لك عني، قولي لي أنت شنو تعرفين عني؟ أو شنو حاطة ببالك عني؟ أنا اللي عارفة عنك إن أنت أخو عيسى الدعلة. وبعد؟ بس ما أحس إنك تشبهه أو نفس شخصيته، إلا إذا كنت تمثل علي الدور العاشق المسكين، هذا شيء ثاني طبعاً. لا لا ما أمثل، صدق أنا وعيسى أخوان، بس إحنا دائماً مو متفاهمين، وعيسى من زمان قاطع عن البيت وعن أبوي. إنزين زين يلا باي.